بدأت اليوم أعمال مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه بمشاركة عدد كبير من الدول العربية والإقليمية، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وسيستمر المؤتمر لمدة 3 أيام، ويهدف لتسليط الضوء على مشكلة المياه والنقص الحاد في الموارد المائية التي تعاني منها العديد من الدول. ينضم إلينا من بغداد مراسلنا مصطفى سلمان. إذن مصطفى، ما أهمية هذا المنتدى؟ أهمية هذا المنتدى تكمن في استخلاص بعض البحوث من التي جرت في الدول العربية أو الدول المشاركة في المؤتمر لإيجاد طريقة جديدة لترشيد الاستهلاك المياه، أو إيجاد طريقة جديدة لاستهلاك المياه في العراق، خصوصا أنه يعاني من نقص كبير مستمر منذ عدة أعوام أدى إلى انخفاض خزينه المائي بشكل كبير. أيضا إيجاد بحوث جديدة تتعلق بطرق الري الحديثة، هذا يأتي بعد أيام قليلة من اتفاق العراق وتركيا حول آلية تقسيم أو تقاسم المياه وطريقة استثمار المياه المتأتية من أو المتدفقة من تركيا إلى المصب في العراق. وأيضا يأتي لدراسة الاتفاقات التي جرت مع دول الجوار تركيا وإيران فيما يخص زيادة الإطلاقات المائية وطريقة استثمار هذه الإطلاقات بالصورة الصحيحة، خصوصا أن العراق بوفق آخر زيارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتفق على آلية جديدة لاستثمار المياه في طرق الري وكذلك الاستهلاك البشري لها. هل يتوقع يعني توقيع اتفاقيات خلال هذا المنتدى؟ اليوم وقعت أول مذكرة تفاهم مع تونس، هذه المذكرة تتضمن يعني إيجاد شراكة مع تونس في عمليات الري والزراعة واستثمار الطرق الحديثة التي استخدمتها تونس في الدرجة الأولى. ويوم غد بالتأكيد ستشهد هناك اتفاقات عديدة بما يتناسب ومع ما مطروح في هذا المؤتمر ومع ما موجود من خزين مائي لدى العراق. العراق يتحدث اليوم عن زيادة وارتفاع بخزينه المائي في السدود العراقية بعد موجات الأمطار التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية، ويقول إن الريات الخاصة بالمحصول الزراعي في العراق قد اكتملت بسبب الأمطار، لكنه يبحث عن ضمان مائي من قبل دول المنبع وهي تركيا وإيران. طيب، هل هنالك أي ترتيب لفعاليات غدا، وكيف ترى يعني نبض الشارع فيما يتعلق بالأصداء؟ هل يتوقعون، هل يعولون على هذا المؤتمر في ظل كل هذه المشاكل المائية، خاصة بعد محاولة تقسيم أو تقاسم المياه بين الجانب التركي والجانب العراقي؟ الفعاليات هي كما مدرجة في المؤتمر مستمرة لثلاثة أيام. صدى الشارع العراقي ينتظر بالتأكيد نتائج ومخرجات هذا المؤتمر خلال الأيام المقبلة، وإضافة إلى ذلك مخرجات الاتفاقات التي جرت مع تركيا فيما يخص زيادة الإطلاقات المائية وطرق استثمار المياه. يأتي ذلك مع وجود أو تصدر العراق لقائمة الدول الأكثر إجهادا للماء. العراق اليوم يبحث عن طريقة جديدة لاستهلاك المياه، وهي طريقة الاستهلاك الصحي للموارد المائية له. شكرا جزيلا من بغداد مراسل المشهد مصطفى سلمان على كل هذه التفاصيل والمعلومات.